انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية في نيامي عاصمة النيجر الشقيقة الأفريقية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. اليوم بنرى ميلاد جديد لحلم أفريقي قديم، منطقة تجارة حرة أفريقية موحدة. كان حلما للآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية، كان حلما لأبناء وشعوب القارة الأفريقية. أتذكر يوم 10 و11 و12 فبراير 2019 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عندما وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي معلنا بأن هذا العام لن تكون هناك قمم أفريقية صيفية، فلنستعيد عنها بقمة استثنائية تنسيقية بين القادة والزعماء الأفارقة من أجل هذا الحلم الأفريقي الذي طال انتظاره على مدار نصف قرن، أن يكون هناك منطقة تجارة حرة أفريقية. هذه المنطقة سوف تعود على شعوب القارة الأفريقية ودولها الـ55 بكل النفع،